قال التلفزيون الوطني في بوركينا فاسو إن الحكومة العسكرية طالبت برحيل القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد. ونقل تلفزيون آر تي بي عن وكالة الأنباء البوركي فاسية أن تعليق الحكومة العسكرية اتفاقا أبرم عام 2018 سمح بوجود القوات الفرنسية في البلاد، مضيفة أن على باريس سحب قواتها في غضون شهر واحد. ومن باريس معنا محمد أورشين الكاتب السياسي المختص في الشؤون الإفريقية. سيد محمد أهلا بك معنا. إذا المطالبات بانسحاب القوات الفرنسية من الساحل ككل، كيف تتناوله وتتعاطى مع الحكومة الفرنسية؟ في البداية التحية لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. أنا في تقديري هذه الخطوة التي صدرت من حكومة بوركينا فاسو بقيادة النقيب إبراهيم التراوري كانت خطوة متوقعة يعني منذ الانقلاب الأول بقيادة بول هنري، لكن يبدو الآن الأوضاع تتسارع بشكل أو بآخر لمحاولة محاصرة وإعادة تموضع النفوذ الفرنسي في الساحل الأفريقي، لا سيما بعد الانقلاب في مالي وكذلك مقادرة القوات الفرنسية مالي وإعادة تموضعها في مالي أو في الساحل بشكل عام بعد إعادة قراءة وجودها عن طريق برخان. والآن يبدو أن الوضع يمشي يذهب نحو التعقيد أكثر فأكثر باعتبار أن فرنسا كانت تعول على وجودها في المنطقة بمكافحة الجماعات الإرهابية وكذلك محاولة نعم، فرض هل الاستقرار، برأيك لكن فشلت فرنسا في هذه المهمة التي على أساسها أبرم الاتفاق العسكري بين البلدين؟ هو بلا شك هذه المجموعة والآن القرار الذي دعا للانسحاب هو كان الغرض منه وجود حوالي 400 عنصر من الجيش الفرنسي بغرض التدريب وكذلك توفير بعض المهارات القتالية وما إلى ذلك. فأنا في تقديري يبدو أن القوات الفرنسية قامت بمهامها، لكن السلطات في بوركينا فاسو ونتيجة للضغوطات الشعبية التي تطالب بالرحيل الفرنسي ولاحظنا عدد من المظاهرات والاحتجاجات ترفض الوجود الفرنسي وترحب بالوجود الروسي، وربما الحكومة نتيجة للضغوطات ونتيجة لتوسع عمل الجماعات الإرهابية وبالأمس الغريب استطاعت الحكومة البوركينية بمجهودات كبيرة الإفراج عن مجموعة من المعتقلين من النساء والأطفال، فربما نتيجة لهذه الضغوطات الشعبية اتجهت نحو هذا القرار حتى تستطيع أن توفر أكبر قدر ممكن من المناصرين ومن المؤيدين نعم، باعتبار أن الانقلاب هو بحاجة إلى حاضنة شعبية بحيث أن هنالك رفض لهذا الانقلاب من المجموعة الأفريقية لدول غرب أفريقيا سي دي أو، بالإضافة إلى ذلك هنالك عقوبات من الاتحاد الأفريقي وما إلى ذلك، فالمجلس العسكري بحاجة إلى حاضنة شعبية قوية من خلالها يستطيع أن يواجه الضغوطات الخارجية، لذا اتجه نحو هذا الأمر. لكن بشكل عام أنا في تقديري هذه الخطوة ربما يكون لديها تداعيات أو بتأثير مباشر من الجارة مالي، باعتبار أن الرئيس المجلس العسكري إبراهيم تراوري زار مالي في الأيام الماضية وربما الماليين قدموا له عروض، ربما يكون هنالك حضور روسي في مقبل الأيام عن طريق باغنر أو عن طريق شراكات عسكرية حديثة من خلالها ربما بتعتقد أنه بوركينا فاسو بتستطيع أن تحقق مغاربة نعم الأمن والاستقرار أكثر مما هو موجود الآن. سيد محمد، هذا الانسحاب الفرنسي فيما لو تم بعد شهر من الآن، هل برأيك سيكون له أي تداعيات أمنية على الساحل؟ هو على المستوى النظري لا يمكن ان نقول لديه تاثير لان هذه القوات مهمتها فقط في اطار شراكه استراتيجيه عسكريه داخليه، لكن بشكل عام الانسحاب الفرنسي من الساحل تم نتيجه لايقاف عمليه برخان او انتهاء، والان الحكومه الفرنسيه في اعاده النظر بنشر قوات تاكوبا الاوروبيه التي ستكون محور انطلاقها من النيجر، لكن هذه الخطوة بتأكد أنه الجانب البوركيني ربما لا يتعاون مع الجانب الفرنسي أو القوى الأوروبية بشكل عام في المستقبل فيما يتعلق بالتنسيق الأمني فيما يتعلق بتوفير المعلومات الاستخباراتية والمخابراتية كذلك من خلال منح الأذونات، باعتبار أن هذه الاتفاقيات دائما بتكون السلطات المرتبطة بمنح الأذونات لحركات الملاحة الجوية والطيران وتنفيذ العمليات سلطات مرتبطة بالحكومات الموجودة في تلك البلدان، فمن خلال هذا التوجه ربما لا تتعاون كثيرا في منح الأذونات لحركة الطيران وكذلك للطلعات الاستخباراتية لمحاربة المجموعات الجهادية وما إلى ذلك،
فبمجمل القول يمكن أن نقول أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل كبير جدا في النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، وكذلك في المجهود أو الجهود الفرنسية في محاربة الجماعات الإرهابية نعم، في المنطقة. هناك اتهامات من قبل دول الساحل لفرنسا بالفشل بمحاربة الجماعات الإرهابية وبما يعرف أيضا بتقديم الفدية للإرهابيين، كيف تعلق على هذا الأمر؟ هي مسألة الساحل والجماعات الإرهابية مسألة معقدة وارتبطت بأحداث إقليمية مهمة كانهيار النظام في ليبيا وما إلى ذلك. أنا في تقديري المشكلة ليست مشكلة فرنسا فحسب، بل هي مشكلة الأنظمة السياسية الموجودة في الساحل بشكل عام، لأن معظم هذه المجموعات الإرهابية استطاعت أنها تجد مناخ مناسب حتى تتمدد في تلك البلدان نتيجة الفقر ونتيجة البؤس، انعدام فرص الحياة. كذلك هنالك إشكاليات سياسية، هذه الإشكاليات السياسية الحكومات المحلية لم تديرها بالشكل المناسب حتى تتوصل إلى اتفاقيات سلام مع الجماعات المعارضة. كل هذه الظروف شكلت واقع وحاضنة سياسية واجتماعية وثقافية حتى للمجموعات الإرهابية، فبالتالي مع مرور الزمن أصبحت هذه المجموعات الإرهابية لديها تأثير ولديها نفوذ كبير في المنطقة، والأخطر من ذلك الاعتماد على المقاربة الأمنية. هذه الاستراتيجية الفرنسية والاستراتيجية المحلية ومع الفرنسية قامت على البعد العسكري فقط، نعم، ينبغي كان أن تأخذ الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية حتى يتم عزل شرائح كبيرة جدا من المواطنين الذين يتعاملون مع المجموعات الإرهابية كأمر واقع، باعتبار أنه في بوركينا فاسو محور الحديث الآن الجماعات الإرهابية تسيطر على مساحات واسعة جدا وما زالت تتمدد، فبالتالي الكثير من المواطنين بيجدوا أنفسهم أمام أمر واقع. فبالتالي هذا الأمر الواقع إذا كانت الحكومة لديها مقدرات أنها تتواجد في كل القرى وفي كل المدن الصغيرة، بالإضافة لأنها قادرة على توفير الخدمات وكذلك توفير الأمن والاستقرار، في تقدير النفوذ سيكون منحصر للجماعات الإرهابية. لكن نتيجة لفشل الحكومات المحلية واعتماد على المقاربة الأمنية، وكذلك الرؤية الفرنسية اعتمدت على المقاربة الأمنية، ففي المحصلة بنجد انه اكثر من 10 اعوام او يزيد في التواجد الفرنسي في الساحل، بدءا من عملية سيرفان ومرورا بعملية برخان، لم تكن هنالك نتائج كبيرة ملموسة. كذلك الطبيعة الجغرافية او الجيوبوليتيك لديها تأثير كبير جدا، باعتبار انه هذه المناطق مكشوفة كذلك ساحلية، بالإضافة إلى ذلك هنالك الحدود مفتوحة بين البلدان، نعم، فهنالك سهولة للحركة والتنقل، فكل هذه العوامل جعلت من الصعب جدا أن يتم القضاء على الإرهاب في الساحل. شكرا لك من باريس محمد تورشين، الكاتب السياسي المختص في الشؤون الإفريقية.